ولمزيد من النقاش والتحليل حول استمرار مأساة النازحين وتفاقم معاناتهم خلال الإعادة القسرية، في هذا العام معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد نظير الكندوري. مرحبا بك معنا. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بكم. سنة أخرى تضاف إلى سنوات عجاف عاشها النازحون وما تزال مأساتهم مستمرة، وهذه السنوات الماضية نحو 6 سنوات ما زال ملف النازحين مفتوحا، من يتحمل المسؤولية؟ يعني بالتأكيد لا خلاف على أن الحكومة أو الدولة العراقية هي المسؤولة الأولى عن هذا الملف المهم، وثبت عجزها بشكل صريح لمعالجة هذا الملف. ففي البداية قد استثمروا هذا الملف لمحاولة الاستجداء من باقي دول العالم لكي يتاجروا فيهم، ولكن بعد أن كشفت دول العالم زيف وفساد هذه الحكومة أصبح من المستحيل على الحكومة أن تستطيع أن أخذ المساعدات في موضوع إعمار المدن المهدمة وكذلك إعادة النازحين، فركنتهم جانبا وجعلتهم وحيدين أمام هذه المعاناة التي استمرت حتى الآن 6 سنوات، ولا نعلم ربما تستمر إلى أمد أطول لو بقيت الأحوال كما هي عليه الآن. لكن الحكومة اتخذت قرارا آخر، قررت إعادة النازحين قسرا بعد إغلاق بعض المخيمات، هل ثمت سر أو نقاش في التوقيت والغاية من هذا القرار؟ يعني أنا أرى أن هذا القرار هو كأنما يعني حكم بالإعدام على هؤلاء النازحين، كون أن هؤلاء ما يجعل النازحين باقين في مخيمات النزوح هي النزل القليل من المساعدات الغذائية وغيرها التي يحصلون عليها. أما إذا تم يعني إخراجهم من هذه المخيمات بدون توفير أي بنية تحتية لهم كإعمار لبيوتهم أو إعمار البنية التحتية لتلك القرى والمناطق والمدن المهدمة، فكأنما أنت يعني ترمي هؤلاء بالعراء، بحيث أنه وصل أنه بعض النازحين أخذوا خيامهم التي كانوا يسكنون فيها في داخل المخيمات لكي ينصبوها فوق بيوتهم المهدمة ويعيشوا فيها. يعني هذا حكم بالإعدام على هؤلاء. نعم. وحكومة المالك التي حكومة الكاظم التي وعدت عندما جاءت بأنها ستحل ملف النازحين، تفاجأنا بأنها الحل بوجهة نظرها هي غلق مخيمات النزوح وتسريح هؤلاء الناس إلى العراء ليعيشوا فيها. طبعا التوقيت يتزامن مع الطموحات الكاظمي بالانتخابات المبكرة القادمة لكي يضمن له ولاية جديدة، رئاسة وزراء جديدة، بعيدا عن يعني مشكلة النازحين التي ستظل يعني مأخذ عليه كون أنه وعد. حتى النواب في البرلمان أستاذ نظير لم يوافقوا وقالوا أن هذا إن الحكومة لم تدرس خطوة إعادة النازحين بشكل جيد، والسؤال يدور الآن، هل قامت الحكومة بتهيئة مناطق العودة للنازحين؟ هل أمنتهم على من بطش الميليشيات على سبيل المثال؟ لا، ما زالت هذه المشكلة قائمة، هي لم يعني تبذل أي جهد في موضوع إعمار البنية التحتية أو حتى إعانة هذه العائلة النازحة بالرجوع إلى ديارها من خلال بناء بيوتها أو إعمار مدنها، إنما تركوهم هكذا. وهذا ماذا سيفعل؟ سيجعل أن هناك حركة نزوح أخرى ستتولد، ولكن إلى أين؟ ستكون إلى محيط المدن، يعني بحيث أن تكون هناك عشوائيات جديدة حول المدن. وتعرف حضرتك الكريم ما معنى العشوائيات؟ العشوائيات هي بيئة مناسبة للجريمة وللانتعاش يعني الجماعات المتطرفة، وكأنما نجعل بأيدينا نحن من ندفع هؤلاء لكي يكونوا مادة جيدة للتجنيد من قبل المنظمات المتطرفة. نعم. الحقيقة أن هناك أيضا حتى مدن يعني لم يلحقها الدمار الكبير، لكن هي محتلة الآن من قبل الميليشيات، وهذه الميليشيات ترفض السماح
رجوع هذه العوائل، وهذه مشكلة أخرى جديدة لم تستطيع هذه مشكلة أخرى مشكلة أخرى أستاذ نظير حل هذا الموضوع بلا شك. هذه مشكلة أخرى تضع النازحين بين خيارين أحلاهما مرك كما يقول المثل، إما الامتثال للقرار والعودة لمناطقهم والتعرض لقمع الميليشيات أو البقاء في العراء وصناعة عشوائيات كما تفضلت الآن. نعم، يعني المشكلة الأخرى أخي الكريم، يعني تتخيل أن يتم التعامل مع هذه العوائل التي هي عوائل عراقية كيفما كانت، يعني ولديها أطفال، تخيل هذا الطفل بعد 10 سنوات من هذه المعاناة وهذا الإهمال الحكومي، كيف سيكون رد فعله، كيف سيكون يعني رأيه اتجاه هكذا حكومة ظالمة؟ بالتأكيد سيكون بيئة خصبة لكل الفرق المتطرفة والجماعات المتطرفة، وبالتالي يعني لن نستطيع القضاء على هذه التنظيمات، وستبقى من جيل إلى جيل يعني تتوالد وتزداد قوة، وهذا معالجة للخطأ بالخطأ. هذا الانتقام الذي يعني تقوده يعني أحزاب الحكومة الطائفية، كون أن هؤلاء في جلهم هم من العرب السنة، يعني هم يخلقون أعداء لهم مستقبليين بشكل مستمر، وهذا البلد لن يعرف الهدوء ولن يعرف السلام ما دام أن هناك أحزاب تتعامل مع أبناء شعبها بشكل طائفي وبشكل انتقامي. أنت لا تستطيع أن تلغي هذا المكون مهما فعلت، ولكن تستطيع أن تجعل من عندهم أعداء، بينما كان بالإمكان لهذه الحكومة أن تعيد فتح صفحة جديدة مع مكونات الشعب العراقي كله والعيش بسلام ووئام بين هذه المكونات. نعم، طيب في نقطة أخرى، مثلا بعض المناطق تمنع فيها الميليشيات الناس من العودة كجرف الصخر على سبيل المثال، وتحرص على أن تبقى هناك معادلة ديموغرافية معينة، ماذا يمكن أن يحدث في هذه الحالة؟ يعني هم يعني أنا أعتقد أن عقلية هؤلاء، يعني مثلا عقلية هذه ميليشيا حزب الله ولا ميليشيا العصائب ولا كل هذه الميليشيات، هي تؤمن بإجراءات حدثت بالتاريخ في السابق، أنهم استطاعوا تغيير ديموغرافية دول كاملة. يعني أقرب مثال إيران قبل بضعة يعني مئات من السنين كانت بلدا عربيا بلدا سنيا، ولكن استطاعوا تغييره وشيعوه. هم يحاولون تكرار هذه التجربة دون مراعاة ما وصل إليه المجتمع الإنساني من تطور. هم لا يستطيعون الآن إلغاء هذا المكون العراقي الأصيل، ولن يستطيعون النجاح في هذا التغيير الديموغرافي، إنما فقط يستطيعون زيادة الحقد بين المكونات وزيادة يعني الكراهية بين مكونات المجتمع. هم يعني الآن يفكرون بأن سيطرة مثل على جرف الصخر، يعني مناطق عديدة في ديالة، مناطق عديدة في صلاح الدين ومحاولة تشييعها، هم يحلمون بأنهم يصلون إلى حالة بأن يشيعوا البلد بالكامل ويضمنوا السيطرة بالكامل على هذا البلد، وهذا ضربا من الخيال، لأنه الجيوستراتيجية للبلد تسمح بذلك ولا الدول الإقليمية تسمح بذلك، وبالتالي فقط هم يزيدون الاحتقانات بين المكونات ويزيدون حالة القلق التي تعيش فيها كل المنطقة وليس فقط في العراق. لا شك أن هذه القضية كانت قضية مربحة أستاذ نظير، يعني هناك أموال مخصصة للنازحين، في المقابل هناك اتهامات متبادلة بين شركاء العملية السياسية حول سرقة تلك المساعدات العينية والمادية منها التي كانت مخصصة للنازحين، يعني هل سيقفل هذا الباب على الحرامية؟ يعني أخي الكريم، حتى لو يعني اتفقنا على أن هذه الطبقة السياسية، هذه الميليشيات تحاول الاستفادة من هذا النزر القليل الذي يعطوه العوائل النازحة ومحاولة سرقتها ومحاولة التسويف أو خصم جزء من عندها، لكن هذا ماذا، هل سيغنيهم هذا الأمر؟ يعني هم استلموا بلد كانت وارداته السنوية تبلغ يعني أرقام فلكية من صادرات النفط فقط، يعني ناهيك عن خيرات العراق الأخرى، ومع ذلك الآن يعيشون في أتعس حالة، الآن البلد ينهار اقتصاديا،
لم تنفعهم كل الأموال التي سرقوها. يعني هذا تفكير ساذج حقيقة، يعني أنه يفكر أنه يستفيد من المنح التي تعطى لعوائل النازحة. هذا التفكير قصير، نعم، قصير المدى، ولا يضمن لهم السيطرة على هذا البلد. هم يحفرون قبورهم بأنفسهم، وهذه الأموال لن تغنيهم، يعني نعم مستحيل، يعني تفكير غير منطقي يعني يتعاملون به. أين الدور الدولي والأممي تجاه استمرار معاناة النازحين؟ لماذا تنصلت بعثة الأمم المتحدة من قرار إعادة النازحين وقالت إنه اتخذ بمعزل عنها؟ يعني الآن كثير من المنظمات الحقوقية ويعني تتكلم بقوة ضد إجراءات الحكومية، ولكن هذه المنظمات لا تستطيع أن تفعل شيء للوضع العراقي، كون أن من بيده اتخاذ القرار وبيده التأثير على الدولة الحكومة العراقية هو لا يحرك ساكن. يعني وأنا أقصد فيها يعني الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية الكبرى، هي تحاول أن تتناسى ويعني تعطي عدم اللاأبالية لمعاناة الشعب العراقي. ولكن يعني أنا أستغرب من أن هذه الدول التي لديها مراكز أبحاث ولديها يعني جهد استخباراتي جدا كبير، هل يعني فات يعني أن يفكروا بأن مثل هذه المشاكل سوف تكون بيئة خصبة لصناعة الإرهاب، وهذا الإرهاب ربما يعني سيصل إلى أراضيهم. نعم. يعني لماذا لا يغلق المشكلة من يعني بدايتها؟ هم بدعمهم لهذه الحكومة المؤلفة من هذه الأحزاب والميليشيات الطائفية، هم كأنما يعملون ضد مصالحهم. يعني حقيقة على هذه الدول صاحبة القرار أن تعلم بأن مصلحتها ليست مع هذه الحكومة وليس مع هذه الأحزاب، إنما مصلحتها تكمن مع الشعب العراقي، تمكين الشعب العراقي من إعادة بناء وبناء عملية سياسية ديمقراطية يكون لكل عراقي له حق المواطنة وحق التعبير عن رأي بكل حرية. نعم. هذا هو يخدم المصلحة الغربية سواء الولايات المتحدة أو دول أوروبا، لكن ما نراه هو العكس، هو يعني دعم لهذه الميليشيات ودعم، بالرغم انه يعني تصريحاتهم الاعلاميه تبدي انها هي مبتعده من السياسه، لكن واقع الحال هي ما زالت داعمه للعمليه السياسيه، ما زالت داعمه لهذه الاحزاب، ما زالت تعتقد ان الكاظمي هو حصانها الذي تراهن عليه. نعم. وانا هو يعني عمليه تكرار للاخطاء التي وقعت فيها في السابق. أشكرك جزيلا الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.